السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه كتجي اكثر من رائعه. دنجال غادي نشويه في الفران طريقه جديده واللي نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وبطبيعه الحال الا بغيتوا تعرفوا معايا الوصفه اليوم فما عليكم الا تابعوا الفيديو الى الاخير، واللي عجبكم الفيديو ما تنساوش خليوا لي لايك ديالكم وتعليقاتكم اللي كيشجعوني على العطاء وعلى المزيد. وكذلك ما تنساوش تابعوني على الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديالي لأسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. والناس اللي كيزوروا القناة لأول مرة ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. بالنسبة للوصفة ديالنا عندي 3 الحبات من الباذنجان، عندي ثومة كتكون بكمية شوية مهمة، وبطبيعة الحال غادي نحتاجوا توابل وزيت الزيتون. بالنسبة للدنجال فأنا غسلته من قبل وغادي نقطعه إلى نصفين، كنزول ليه هذا الأخير ديالو، كنقطع منه غير شوية وكنحتفظ بشوية. وغادي نجيب واحد السكين وغادي نقطعه بالشكل اللي غادي تشوفوه معايا. فكنحاولوا نقطعوه من النصف ويكون هكا بقياس يكون متساوي. ودائما الدنجال خصو يكون من نوعيه اللي كتكون هكا جيده باش كنحصلوا على واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف في الاخير. فانا من قبل شعلت الفران على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت على ما نوجد الدنجال كيكون الفران سخن. ثم كناخذ الثومه، غادي ناخذ تقريبا واحد 4-5 ديال الفصوص ديال الثوم اللي هما كبار كما كتشوفوا معايا. فكناخذ هكا الثومه وتنقطعها الى قطع رقيقه على هذا الشكل اللي غادي تشوفوه معايا في الفيديو. كنقطع الثومه بهذا الشكل هذا، كنقطعها هكا كبيره شويه بالعرض وهي تكون رقيقه. وغادي نستمر حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي ديال الثومه كامله، غادي نقشرها ونقطعها بنفس الطريقه وغادي نرجع معكم. انا بعد ما كملت الثومه كامله غادي ناخذ الدنجال وكنبدا كنشرحه بهذا الشكل هذا. فتندخلوا فيه التفليحه مزيان للداخل ديالو، غير ما نوصلوش غير للقشر ديالو صافي باش كيبقى جامعو. وكنعاود نقطعو هكا بالعرض حتى كنحصلوا على دي لوزونج. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا عليه على هذا الشكل كله هكا مفلح. غادي نعاود معكم واحده اخرى من بعد كما كتشوفوا معايا. بعد ما كنكمل تناخذ القطع ديال الثومه وكنبدا كنثبتهم البلايص اللي محلولين في الدنجال في الوسط. كندير كميه مهمه من الثومه في كل نصف من الدنجال بهذا الشكل هذا. بنفس الطريقة غادي نوضع النصف الثاني. وغادي نستمر حتى غادي نكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة ديال الدنجال، تنفلحها وتنعمرها بالثومة من الداخل. كيف ما كتعرفوا فالدنجال كيتواتى بزاف مع الثومه كتعطيه مذاق زوين. هنا بعد ما كملت غادي ناخذ واحد زليفه او بول صغيره كنوضع فيها شويه ديال الملحه واللي كتبقى على حسب الذوق، شويه ديال الكمون، واحد معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، راس معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وربع معلقه ديال الشونيه او الفلفله السودانيه الحاره. ثم تنخلط هاد التوابل بزيت الزيتون مزيان، كنضيف تقريبا واحد ثلث كاس من زيت الزيتون وكنخلطوا هاد الصلصه مزيان حتى كتنسجم مع بعضها. من بعد غادي ناخذ واحد الشيته او وكندهن
كنن هكا الحبات ديال البنجان، وكنحاول ندخل الصلصل لداخل ديال الباذنجان كما كتشوفوا معايا. وكناخذ واحد اللاطه اللي فرشت لها ورق الخبز، وكنوضع فيها القطع ديال البنجان. بالنسبه للفرن البلاط راه سخنته على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت، فضروري خاص الفرن يكون ساخن باش ندخلوا ليه البنجان كيتشوى. من بعد كنطلع درجه الحراره 220، وغادي ندخل هاد البنجان كيتشوى. كنعطيه وقته تقريبا، كنعطيه 30 دقيقه في الاول. فانا هنا كنوضع البنجان ديالي بعد ما كندهنو، تنوضعو هكا في لاطه اللي فرشت ليها الورق ديال الخبز. وبعد ما غادي ندخل البنجان الفران كنخليه 30 دقيقه. من بعد ما كتمر 30 دقيقه فكنعري عليه وتنقلبو للجهه الاخرى باش كيتشوى. دابا انا هنا كنسد عليه بحال هكا باش كيطيب مزيان وكيدخلو الطياب. عاد في الاخير كنعري عليه وتنخليه هكا يتشوى مزيان. انا كناخد البابي الومنيوم وغادي نغطي عليه. صراحة البنات انا من عشاق الباذنجان، عزيز عليا باي طريقه كنديرو بطرق مختلفه، وكل طرق كتجي زوينه ووحده تنسي في الاخرى وكيجي لذيذ. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما كمل الطياب ديالو خدا ليا 40 دقيقه، فهنا غادي نوضعو في واحد الصحن ديال التقديم. فراه كيجي هكا زوين ولذيذ بزاف، كنقدمو هكا كمقبله. وممكن هكا نخدمو على هاد الطريقه، نخدموه زعلوك بلاصوص حتى هكا كيجي مزيان كما كتشوفوا معايا. راه طيب مزيان ورطب، هذا هو الشكل ديالو. غادي نزول اللاطه اللي طيبتو فيها ونرجع معكم. والبنجال ديالنا كيكون على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، راه كيجي طايب وكيجي رطب وزوين ولذيذ بزاف، مذاق لا يقاوم. فهنا نقدروا نقدموه هكا مع الخبز، مع شويه ديال الخبز، مع قطع من الخبز هكا، تناكلو هكا كساندويتشات كيجي زوين بزاف. فمره اخرى البنات نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تساونيش من لايك جيم وبارطاج. وما بقى لي الا نخليكم مع هاد الصور، نقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.